للحديث أكثر حول تداولات السوق ينضم إلي من القاهرة أستاذ إيهاب سعيد مدير قسم البحوث بشركة أصول لتداول الأوراق المالية. أهلا بك معنا أستاذ إيهاب. هل بتنا قريبين من مستوى 10,000 نقطة بالنسبة للمؤشر الرئيسي الإي جي إكس 30 مع هذه الارتفاعات؟ بسم الله الرحمن الرحيم. يعني اعتقد ان السوق ماشي على توقعاتنا اللي احنا يعني سبق واشرنا اليها خلال الاسابيع الماضيه بانه ما زال بيتحرك في اتجاه صاعد، لكن يمكن النهارده نجح في اختراق ال 9835 نقطه، يمكن دي المره الثالثه على التوالي، لكن المهم انه يثبت اعلاها، لان خلال المرتين السابقتين كل مره كان بيخترق لاعلى ثم يعاود التراجع مره ثانيه في الجلسه التاليه مباشره. فالمهم ان هو يثبت اعلى هذا المستوى علشان يبقى تاكيد الاختراق قد تم بالفعل، ومن ثم يكون بيستهدف بعدها مستوى ال 10,200 ثم ال 10,600 نقطه ان شاء الله على الاجل المتوسط، على اعتبار ان السوق خلاص بيعاود او بيستعيد التحرك فيه لاتجاه العام الصاعد طويل الاجل اللي بيتحرك فيه يمكن منذ 30/6/2013. النهارده شفنا اكتر من سهم اداء ايجابي الحقيقه، مش بس التجاري الدولي، كان هناك ايضا سهم مجموعه طلعت مصطفى القبضه زي ما حضرتك اشرت في البدايه، وصل لاعلى مستوى سعري من حوالي 7 سنوات من 2008 عند 12 جنيه و10 قروش، وكذلك التجاري بيحقق اعلى مستوى سعري له منذ الادراج عند 56/48. كمان قيم التعاملات جيدة جدا، حوالي يعني قاربت على المليار جنيه مع نهاية الجلسة. أيضا مؤشر الاي جي اكس 70 بعد فترة طويلة جدا من التحركات العرضية أخيرا نجح في تجاوز مستوى المقاومة عند 585، وبرضه محتاج ان هو يتاكد هذا المستوى بالثبات اعلاه في جلسه بكره، ومن ثم يستهدف بعدها ال 595 الى 600 نقطه باذن الله. يعني فينا نقول استاذ ايهاب انه تخطى المستثمر كل الاحداث الامنيه اللي عم بتصير بمصر حاليا، وخلاص يمكن احتسب كل ما حدث خلال الفتره الماضيه تحديدا بيوم الجمعه. يعني اعتقد ان هذه الاحداث مش يعني المجتمع بشكل عام، مش بس المتعاملين في السوق، بداوا يتعايشوا معاها، مش بس في مصر الحقيقه، في العالم كله. يعني خلاص اصبح العالم كله دلوقتي بقى في بعض العمليات الارهابيه، او بيشهد من حين لاخر بعض العمليات الارهابيه، هو بالتالي ما بقتش بتاثر بشكل كبير زي ما كان في الماضي القريب، بالاضافه طبعا الى ان كان هناك بعض الاحداث الايجابيه اللي كانت ظاهره بشكل واضح خلال الفتره اللي فاتت، وكان طبعا يعني اهمها سياسات المركزي اللي بينتهجها في ضبط سوق الصرف، يعني تمهيدا للمؤتمر الاقتصادي ومحاولات جذب الاستثمار في مؤتمر مارس الاقتصادي في شرم الشيخ، بالاضافه لفتح او الاعلان عن فتح باب الترشح لانتخابات مجلس الشعب. كل دي يعني عملت نوع من التوازن الحقيقه ما بين الاخبار السلبيه والاخبار الايجابيه، في حين ان هناك حاله اصلا موجوده من التفاؤل عند المتعاملين واداء ايجابي، خاصه فيما يتعلق بالاسهم القياديه، مع بدء التعامل على وثائق المؤشر واللي شاهدنا عليها طلب كبير جدا، وكان لها اغلب الاثر الحقيقه في ان الطلب يزيد على الاسهم القياديه ويرتفع من ثم المؤشر بهذه الارتفاعات الكبيره اللي احنا شفناها. طيب اليوم عم نشوف الجنيه المصري عم بيواصل التراجعات استاذ ايهاب، يمكن لليوم العاشر على التوالي، يعني كيف يمكن ان نرى هذا التذبذب بسعر صرف الجنيه امام الدولار؟ قد ايه رح يكون له تاثير ايضا على جذب رؤوس الاموال والاستثمارات؟ يعني يمكن زي ما قلنا برضو من بدايه من انتهاج المركزي المصري لهذه السياسات، واللي يعني كان شايفها البعض ان هي امور خارجه عن السيطره، وبدا يدي نصايح للمركزي لمواجهه هذا الامر، لكن طبعا المركزي كان بيعي تماما ما يفعله، وكان يقصد انه يعمل تضييق للفارق او للفجوه اللي موجوده ما بين السعر الموازي والسعر السوق الرسميه، على اعتبار ان اي استثمار هيجي من الخارج مش من المنطقي انه يلاقي سعرين للدولار، وبالتالي لازم يكون هناك سعر صرف رسمي وسعر صرف واحد وثابت ومستقر، كما كان الحال قبل ثوره 25 يناير كان هناك سعر معروف الدخول به والخروج به، وفي اي وقت ممكن المستثمر يدخل او يخرج بمنتهى الطمأنينة وبمنتهى الوضوح فيما يتعلق بالسعر، قد يتذبذب قرش قرشين مع الأسواق العالمية تماما. أما في اللي حصل على مدار السنة الماضية أو سنتين ثلاثة الماضيتين، كان دائما هناك فارق ما بين الأسعار، البعض أبدى تخوف من معدل التضخم أو أن التضخم يرتفع نتيجة لرفع سعر او يعني خفض قيمه الجنيه امام الدولار من جانب المركزي، ولكن طبعا احنا اكدنا على ان المساله دي ملهاش اساس، على اعتبار ان
معظم المستوردين بيبقى هامش ربحهم محسوب بناء على أسعار السوق الموازية، لأن البنوك ما كانتش بتغطي متطلباتهم من العملات الصعبة، وبالتالي كان بيلجأ للسوق السوداء أوتوماتيك، فهامش ربحه أصلا محسوب على السوق السوداء أو السعر الموازي وليس السعر الرسمي، ومن ثم تغيير السعر الرسمي مش هيكون له أثر كبير قوي على الأسعار. بس احنا يعني بعدنا بإجراءات تعتبر تحريرية بالنسبة لسعر صرف الجنيه أمام الدولار، يعني هل هناك بحاجة يمكن أو سنقوم أو يقوم المركزي يمكن بعملية تعويم بالنسبة للجنيه أستاذ إيهاب برأيك؟ يعني التعويم يبقى هنربط على طول باللي حصل في 2003 وساعتها كان الفرق كبير جدا، لكن ما يحدث الآن هو محاولة ضبط سعر الصرف وليس التعويم بالمعنى المفهوم، لأن التعويم دي بتعمل مشاكل في قطاعات عدة وممكن تؤدي لخسائر ضخمة جدا، خاصة لبعض القطاعات زي قطاع المقاولات وقطاعات الإنشاءات، خاصة لو كان في عقود ما بينها وما بين الحكومة وارتفاع أسعار مواد الخام بشكل كبير جدا. لكن المسألة مش تحرير بقدر ما هي ضبط سعر الصرف ما بين السوقين، خاصة وإن البنك المركزي ما عندوش القدرة زي ما كان موجود قبل كده في الاحتياطي النقدي حوالي 36 مليار دولار ان هو يقدر يلبي المعروض بالكامل من المطلوب في السوق. لو كان هناك احتياطي نقدي كبير ما كانش هيبقى فيه فارق ما بين السعرين، وبالتالي هو بيلجأ لده بسبب عدم وجود احتياطي نقدي كبير. اول ما هيوصل الاسعار الى الاسعار الطبيعيه او الاسعار الحره اللي موجود والسوق بيتعامل عليها في السوق الموازيه، اعتقد ان هيحصل تراجع في السوق الموازيه نسبيا اذا ما استقر الاسعار بتاعه الدولار عالميا، لان احنا برضو ناسين نقطه مهمه جدا ان في ارتفاع اصلا في اسعار الدولار امام كافه العملات في الخارج، وده واضح حتى من تراجع سعر اليورو. شكرا جزيلا لك سيد إيهاب سعيد مدير قسم البحوث بشركه اصول لتداول الاوراق الماليه، كنت معي من القاهره.